تميل حول الميل فتبواك كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مستمعينا الأفاضل كانت هذه التلاوة المعطرة متضمنة سورة النساء من الآية 87 إلى 34 بعد 100 منها مع المقرئ محمد الصديق المنشاوي. أما الآن فتتابعون نداءات الرحمن في القرآن. موضوع اليوم هو الوضوء والتيمم مع الأستاذ أحمد عماني. متابعة طيبة مفيدة.